أعماركم جميعا. جعلها الجنة. آمين. آمين. في امرأة أسقط كلب دخلت. طيب طول صوتك عشان. عطنا صح عطنا صح محمد محمد. خذ قريب عند فهد يا أخوي. لبيه. لبيه يا عمر. يا لبى والله قلبك من أول بصح اللي ابن عمك بس يوصل له أخو حصة. يا حبيب. جيب جيب ما في شيء تعال. ما في ما في. خذوهم يا ابو حسن خذوهم لا توقع عندي انا الضفه اللي عندي بارد زهرهم يا حبيبي الضفه بارد اللي عندك خليك من ذا ابو فهد عطني اياها يبغاها في كراتين مويه بارده يبيها هو يبغاها ناكل عشاء ايوه برد مويه نايف جبت بيبسي في العشاء وحن ضياف بس الاعداد يقولون لازم ننقل على الوقت قلت لهم اعطونا شويه وقت بس ما فيه والله مو اسمع 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 هم مرتبطين بجدول فهمت لكن اعطونا شويه وقت اللي باقي عنده شيء يقدمه كله بالعافيه والامور طيبه واقطع طال عمرك وباقي ساعه والله نعيم على والله انا ما اعطانا الاذن والله ايش رايكم عندي لكم راي ها قوم خصم لي فرصه نسكر الباب ونروح نطبق الدنيا ونسكر الكيفات نروح حضر مكتبه ولا ما خلصنا عودنا ايوه ايوه الدنيا ساعه الدنيا ساعه عادي نحطها على العشاء تذكر نحط خير الحين في رمضان على العشاء حلو حلو راي سليم واللي معه صحن يبغى ياكله ياخذه معه هناك عادي خذوها بسعه صدر يلا يلا باقي ورانا ليله بيشي حقت نايف والاعداد والله زعلوا علينا يلا يلا شباب يا الربع يا شباب 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 اللي بيجيه شيء او بيقدم شيء الخوية لازم تكلمون الاعداد قبلها بس ليه تقطعها ليش تقطعها لا وقف ليش تقطعها كمل بعدين علمني شايفني يا بابا ايش دخلني انا ولا في صحون في الفسخ بموت يقطعها في نص يلا يلا طلبنا الله يا ربي طلبنا الله حط لك من الاساس ها هيا شوي 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 هيا طلبنا الله وين طلبنا الله ايش هيا يا اخي لا قد المايك عليك انتبه انا والله اني باخذ صحني من خاتم حسن لا 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 وين ابو لافي ولا بس شاطر على بد شيء تنفل ولا حراره حراره حار نار أنت تكرم جعلني قبلك اخلعني ما درت شيء العلم صب لي بالسلامه صحه العافيه فك فمك عطني سلطه حاره من هنا طبخ علي ها مو توقع انا واضح انا وش جيب الكاس يا ولد الله الله يا ابو ملاهي عطره ساعه ديال يا خارجه ساعه اوه دقيقه دي دقيقه طيب ها والله مقاربه والله انا وين مقاربه لبيه انا غصيت من وجهك هذه ليش جيل والله فيها مجنونه والله والله انا استاهل يا ابو ملاهي استاهل الطيب يا حبيب كم هي الان مبسوطه لا خلاص استاهل المصاحب كم هي الان مبسوطه وهي تشوفنا ناكل ابو هرج ابو هرج يا عيال روح يا اللهم امين اللهم امين هذه اتوقع من 900,000 و300,000 مين قيمتها هي بس جميله 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 يا ابو سامي ابو سامي عندك كلمه والله جميله شوف 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 سامي ابو سامي عندك كلمه اللي جبارك يا عيال تكلم عبد المجيد عبد المجيد على عجالتك عشان صراحه انا بقول شيء اشكر جروب الدعم اللي اعطاني الهدايا الاولى والصوره وانا ام غصت جدا 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 تبدي الحين من فقعه يا اعوذ بالله عشان طلعوا فاصل عشان طلعوا فاصل طيب المخرج راح الحمام سامي ما الامور طيبه واللي في خاطرك الامور طيبه بس يا اخوك عندنا هدايا نعرضها الله يطول بعمرك خلنا لين نتم الكلام ده وان كان عندك شيء قله لي بعد ما نخلص ما هو بتقطعها وحنا قاعدين وناس جايبتها من برا لا تكلم انا صادق لا معانا هرج الحين وفي بث ولا تحت بث اذا كنا نعرض شيء اثبت لين نخلص اذا كان عندك كلام قله بعد ما يخلص انت ما تقعد تكفي الاندراج حبيبي والله العظيم طالبين منك ابشر قلنا ماني بلاقي صراحه انا يا رجال ماني بلاقي استكفى يا ابو سامي الله يكثر خيرك ويجود عليك يا ابو حسن الله يجعله وزير حسناتك على برها يا ابو حسن الشباب اللي بفوز في المكتبه اليوم ترى ما امين شكرا يا سنونه اسمع اتفاهم معهم يلا يا عيال روح المكتبه وش التفاهم لا قال لي ابو حسن شار علينا ابو حسن شار علينا يلا الله وجهك اشكروني يا محمد اتفقنا لكم الله يجعل امك في الجنه والله يصلح محمد الله يهدي سره بنت اي والله الجنه لانها الام الام بشكل عام ودها ان ولدها احسن الناس كلهم صح يما ساشوي خط القدر وانا بالحق
حافظه وانا باكل. والله انت اكل. ها ما عاد ماكل. والله يجعلني قبل الشم سنه. جعلش في الجنه. امين. ومن يقول ومن يسمع وجعل بيش في الجنه امين ومش والله انك يعني كم لكم انتم عندنا المحشي والملفوف المحشي الملفوف سبحان الله بعد طول انتظار جانا هبدا والصراحه كان يعني اجمل من المتوقع جعلش في الجنه انت بعد لا والله ما يمنع اكل لا تقوم الا والله ما ودكم لا بين حقنا خلينا نروح ونعود لا تقوم الا شبعان يا ابن عمي بنروح بنعود الناس تقدر وعارفه تعال والله ما ابيض العادي انا اعرف بعد ما اذا خلصنا تطلع فاصل ما تطلع فاصل واحنا قاعدين نعرض خلاص ورهم ور 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 هذا خليهم يشوفون الصوره روعك يا ابا سامي ولد انت بلا يضربك خلاص هد هد طيب خلاص اعرض الصوره الحين اعرضها عبد المجيد اعرضها هات اعرضها تعال نوقف جنبك تعال انا اللي بعرضها ليه والله اني عرضها ابو حسن عرضت خلاص ورب اني عرضها علي الحرام ما تعرضها مره خلاص حر حر اعوذ بالله حرم لا اعوذ بالله عبد انه هو ما يعرضها انت عرضها طيب حلفت وحرم يا مجيد يا اخوي خذ الدنيا بصدر وضحك لا والله اليوم ما طبيعي يا شباب يلا ابن عرفته شاعر محمد من بولا لابس وحذايا الله يكرمكم يشوفني يوم لابس حذايا الوليد يوم لابس حذاياك يوم لابس حذايا مهند انا كذا ملقوف عندي حذايا احنا ناخذ من عندك نبولك بوتك ساعتك قال انا سراوي له السمنه حقتي غير من دولار قال اكيد ان الزعزع مشغلن الشعب خلنا نجيب له يقولهم يوم بنطلون يلا ابيض وجهه وبنطلون السالم اللي يشغلنا باي الليل خلنا ما عندي ماخذنا حقي انا اللي باخذ منك الحين قسمها بيننا دندن يلا بسم الله لا هذا هنا الله يكثر خيركم يا ربي الله يكثر خيركم آمين.